واشنطن بدأت بتحريك المزيد من الأسلحة تجاه أوكرانيا من أجل مساعدة أوكرانيا في عملية التصدي للهجمات المستمرة من روسيا. وصدق أو لا تصدق أن أنظار الولايات المتحدة الأمريكية تذهب للأسلحة الإيرانية. الوول ستريت جورنال هي التي كشفت هذه التفاصيل يوم أمس، تفاصيل مثيرة للغاية. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ما تنظر له الآن هي تنظر إلى شحنات الأسلحة التي تأتي بالعادة من إيران مباشرة بهذا الشكل عبر خليج عمان وبحر العرب إلى اليمن، لكي ترسل هذه الأسلحة عبر المهربين إلى جماعة الحوثي. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية سبق لها أن قامت بعملية السيطرة أو مصادرة العديد والعديد من القوارب أو السفن أو الزوارق التي ترسل مثل هذه الأسلحة، التي تحوي بعضها طبعا صواريخا إيرانية مضادة للدروع، مضادة للدبابات، رشاشات، ذخائر، مواد متفجرة. وبالتالي هم عادة يصادرون هذه الأسلحة ويقومون بعملية تدميرها. ولكن الآن بدأت تفكر الولايات المتحدة الأمريكية بحسب التفاصيل التي نشرتها الوول ستريت جورنال هو أن يأخذوا هذه الأسلحة ويرسلوها للجيش الأوكراني لكي يستخدمها في الحرب في أوكرانيا، وبالتالي ستكون هي مفيدة لكل الدعم القادم من حلف الناتو، الدعم القادم طبعا من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي لماذا ندمر هذه الأسلحة ونصادرها؟ ولكن طبعا هنالك مشكلة قانونية في هذه القضية، بأن إدارة بايدن الآن لا تعلم تحت أي مبرر قانوني من الممكن أن تقوم بهذه الحركة، فليس مسموح لها حتى هذه اللحظة على المستوى القانوني أن تأخذ هذه الأسلحة تحديدا الإيرانية على سبيل المثال التي صادرتها، وأن تنقلها من نقطة صراع إلى نقطة صراع أخرى أو نزاع آخر. ليس مسموحا طبعا بالنسبة للولايات المتحدة. وبالتالي المحامون في إدارة بايدن بدأوا يبحثون عن نقاط معينة في هذه المسألة. الولايات المتحدة الأمريكية عادة عندما تصادر هذه الأسلحة، ولكي نفهم، هي يجب أن تدمر هذه الأسلحة أو تخزنها أو تتخلص منها بشكل أو بآخر. وبالتالي إدارة بايدن الآن تدرس مسألة إيجاد ثغرة قانونية لكي تتمكن من إرسال هذه الأسلحة للجيش الأوكراني لكي يستفاد منها في هذه المعركة الكبيرة والمستمرة والخطيرة في نفس الوقت. وهذه طبعا قد تعتبر حركة ذكية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأن إيران الآن يجب أن تفكر مرتين بدلا من مرة واحدة إذا ما فكرت مستقبلا في إرسال المزيد من هذه الأسلحة لجماعة الحوثي، لسبب مهم للغاية أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تبدأ بإرسال مثل هذه الأسلحة التي تصادرها الإيرانية من خليج عمان أو بحر العرب، فإن طبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بالتركيز كثيرا، ستركز كثيرا على كل هذه الأسلحة، وهذه الأسلحة ستستخدم ضد حليفة إيران المهمة الآن ألا وهي روسيا. بالتالي السلاح الإيراني سيذهب لأوكرانيا، سيستخدم ضد روسيا، وهذا أمر ليس جيدا بالنسبة لإيران. في نفس الوقت التركيز الأمريكي على هذا الأمر معناها مصادرة المزيد من هذه الأسلحة، معنى ذلك أن جماعة الحوثي لن تتحصل على هذه الأسلحة بعد الآن، وستتأثر أيضا في عملية النزاعات التي تأتي بينها وبين الحكومة الشرعية الموجودة في اليمن، أو حتى في عملية هجماتها التي تقوم بها بالعادة على المملكة العربية السعودية، والتي توقفت ولنا فترة طبعا لم يحدث أي شيء. وبالتالي هذه مسألة كبيرة للغاية ومثيرة للغاية. وفي نفس الوقت أن بريطانيا قد دخلت الآن على الخط، صدق أو لا تصدق أيضا، بأن بريطانيا العام الماضي كانت قد ضبطت إحدى هذه الأسلحة أيضا في نفس المنطقة تقريبا من الأسلحة الإيرانية التي ترسل لجماعة الحوثي، وقاموا بعملية، وقامت الحكومة البريطانية كما تم الإعلان يوم أمس من الفويس أوف أمريكا بتقديم أدلة مهمة للغاية إلى ممثلي الأمم المتحدة الذين هم طبعا مختصين، هؤلاء الممثلين في النزاع في اليمن وكذلك في المسألة النووية الإيرانية تحديدا. قدموا لهم أدلة بأن الأسلحة التي ضبطناها هي أسلحة مرتبطة بشكل مباشر بالحرس الثوري الإيراني، وهو الذي يقود عملية إرسال هذه الأسلحة لجماعة الحوثي. وعلى هذا الأساس واضح جدا أن بريطانيا الآن تبحث على زيادة الضغط على إيران، وهذا قد يجعل مسألة إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب مسألة حقيقية
وبدلا من أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي التي تضغط سابقا على إيران، الآن أوروبا بأكملها، وطبعا إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب هو سيعني ببساطة فشل العودة للاتفاقية النووية، تقدم إيران نوويا بشكل أكبر، والشرق الأوسط مرة أخرى في مشكلة حقيقية. ولكن الأهم من هذه المسألة بأن كل هذا الضغط الذي نراه على إيران الآن وكل هذه التحركات، واضح جدا بأن إيران تدفع ثمنا كبيرا لتدخلها ودخولها في هذه الحرب الروسية. وما هو مثير للجدل بأن إيران حتى هذه اللحظة لم تعترف في مسألة تدخلها في هذه الحرب، بل بالعكس هي تقول بأن كل الأدلة غير صحيحة، الغرب يكذب، أوكرانيا تكذب، ولا دليل حقيقي بأننا نرسل طائرات مسيرة من نوع شاهد 136 للروس لكي يستخدمونها في أوكرانيا. هنالك الكثير من الأدلة، والمثير بأن كانت هنالك دليلا صدر من ديفنس انتل هي التي نشرت دراسة جديدة عن طائرات شاهد 136 التي حلقت بهذا الشكل فوق العاصمة الأوكرانية كييف مثلا من هنا من أكتوبر عام 2022. وقامت ديفنس انتل بعملية تحليل هذه الطائرات مقارنة بطائرات شاهد 136 التي أرسلتها إيران طبعا لجماعة الحوثي، وهنالك طبعا عناصر موجودة أساسا في اليمن مختصة من جماعة الحوثي في صناعة هذه الطائرات، تدربوا في إيران وغيرها، الكثير من التقارير التي سمعناها عن هذه المسألة. وبالتالي قارنوا هذه الطائرات بالطائرات التي تمتلكها جماعة الحوثي والتي تمتلكها إيران وتدربت عليها، تفاصيل تقنية كثيرة توضح أن ليس هنالك شيئا واحد مختلف على مستوى التصميم وعلى مستوى التقنية لهذه الطائرة المهمة والخطيرة للغاية، إلا أن فقط أن هذه الطائرة عندما تصل إلى روسيا فروسيا تقوم بإعادة طلائها مرة أخرى و وضع اسم جديد ألا وهو جيران 2 على سبيل المثال، كما تطلق عليها روسيا وتطلقها على أوكرانيا. هذا كل ما يحدث، وهنالك عقوبات قادمة من أوروبا تحدثت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم تحديدا. لاحظ ما الذي قالته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين، قالت الآتي: الاتحاد الأوروبي سيقترح عقوبات تستهدف للمرة الأولى المشغلين الاقتصاديين الإيرانيين المتورطين في الحرب الروسية في أوكرانيا. طبعا هذا الضغط وهذه العقوبات بدأت تظهر التأثير الكبير على العملة الإيرانية التومان هذه المرة. فعلى سبيل المثال عندما نعود إلى نوفمبر، 5 نوفمبر العام الماضي، طبعا ستلاحظ أن الدولار وسعر صرف الدولار في إيران كان في نوفمبر 36 أو أكثر من 36 ألفا بالنسبة للتومان، الدولار للتومان. لاحظ في ديسمبر ما الذي حدث، ارتفع التومان إلى 40 ألفا، وبعدها وصلنا إلى اليوم تقريبا وصل سعر صرف الدولار في إيران التومان وصل إلى 46 ألفا كما تلاحظون بهذا الشكل، أو أكثر من 46 ألفا. وهذه طبعا ضغطا كبير، هذا يوضح بأن هنالك ضغطا كبيرا وأن هنالك تضخما كبيرا وورطة اقتصادية كبيرة. وطبعا إيران بدأت تتحرك، هي تعلم تماما بأنها ستتعرض لعقوبات اقتصادية، وتحرك الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الصين بهذا الشكل، التقى بالرئيس الصيني هو يبحث عن المزيد من الاستثمارات من الصينيين، وذلك لأن السنة الأولى لرئاسة إبراهيم رئيسي لم تشهد إيران الكثير من الاستثمارات من قبل الصين. لاحظ بحسب دنيات اقتصاد هنا التي تلاحظونها في بداية فبراير، تقريبا في 3 فبراير نشروا هذا الجدول الذي تلاحظونه لاستثمارات الدول، تلاحظ بأن روسيا هي الأعلى استثمارا، وستجد بأن الصين هي الأقل استثمارا بقيمة 162 مليون دولار في السنة الأولى لرئاسة إبراهيم رئيسي. هنالك اتفاق استراتيجي بيننا وبينكم أيها الصينيون، لماذا لا تستثمرون أكثر؟ وهذا ما طبعا تم الحديث عنه في الفاينانشال تايمز، كما أكدت بأن الحديث جاء واضحا، الصين أعلنت بشكل رسمي بأنها ستساند إيران في مسألة العودة للاتفاقية النووية، وبأنها ستقوم بعملية تبادلات تجارية مستمرة مع الإيرانيين وسترفعها. وبالتالي نحن نتوقع الآن بعد هذا اللقاء أن الاستثمارات ستكون أعلى بالنسبة للصين، وهذا يعني تحدي لكل العقوبات الغربية إن كانت قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الغرب. الآن بالعودة إلى هذه المعلومات التي صدرت من الوول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تريد أن ترسل الأسلحة التي صادرتها، الأسلحة الإيرانية، وأن تأخذها مباشرة وترسلها للجيش الأوكراني لكي يستخدمها الجيش الأوكراني في الدفاع عن نفسه من الهجمات الروسية. فهي طبعا تأتي كإسناد كبير للجيش الأوكراني، خاصة وأن الأسلحة الأمريكية الآن قد وصلت مدرعات، مئات المدرعات الأمريكية
الأمريكية التي تلاحظونها وصلت إلى ألمانيا بهذا الشكل، والتقطت الصور في 24 ساعة الماضية، وبدأ الجميع يدفع بسرعة وبقوة من أجل مساندة أوكرانيا، لأن التحدي بدأ يتصاعد وبدأ يصبح خطيرا، حتى كانت هنالك اجتماعات مهمة في بروكسل لوزراء الدفاع لدول الناتو طبعا، وكان حاضرا فيها وزير الدفاع الأوكراني كما تلاحظونه، وبجنبه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وظهر وزير الدفاع الأوكراني سعيدا بهذا الشكل وهو يحمل منديلا بيده. عندما تقترب من هذا المنديل ستلاحظ بأن صورة لطائرة حربية هي حاضرة في هذا المنديل، يرفعها طبعا ورفعها بهذا الشكل أمام الصحفيين ولم يتحدث بكلمة، وسألوه من أين ستأتي هذه الطائرات الحربية التي تلوح لنا بها، من أين ستأتي، وقال من السماء في إشارة إلى السماء، وبالتالي هو لم يحدد الدولة التي ستساعد أوكرانيا في هذه القضية. طبعا التحشيدات والتحضيرات تأتي كبيرة في ظل معلومات بأن روسيا ستقوم بهجوم كبير قادم في الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في 24 من فبراير، والأسبوع القادم الثلاثاء القادم ستكون هنالك كلمة مهمة للغاية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتوقع بأن يكون هنالك شيئا قادما وإعلانا كبيرا من روسيا في هذه القضية. وأساسا معلومات استخبارية نشرتها الفاينانشال تايمز يوم أمس، لاحظ ما الذي قالته عن التحضيرات والاستعدادات الروسية، قالت تظهر المعلومات الاستخباراتية المشتركة بين دول الناتو أن روسيا تحشد الطائرات بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، بل كانت هنالك أيضا لقطات للمدرعات الروسية تتحرك في لوغانسك مباشرة ومتجهة هنا لوغانسك، هذه هي لوغانسك في شرق أوكرانيا وهذه هي دانيتسك، أن هنالك تحرك لقطعات دبابات قادمة من لوغانسك ويعتقد بأنها متجهة إلى دانيتسك، ونشرت هذه طبعا القطعات والدبابات بهذا الشكل، لقطة غير واضحة طبعا، ولكن كانت الصورة عبارة عن ثلاثة صور سريعة قد التقطت من أحد المواطنين، قد يكون من الاستخبارات الموجودة في لوغانسك، لا أحد يعلم، التقطت هذه الصور بهذا الشكل. وطبعا تلاحظ بأن هذه الدبابة تبدو مقاربة للتي 64 تي 64 الدبابة الروسية، يبدو بأنهم بدأوا ينقلونها في لوغانسك، الحديث كما تحدثنا بأنها انطلقت وخرجت من غرب لوغانسك، وبالتالي عندما نلقي نظرة عن هذه الصورة ليس هنالك الكثير من المعلومات التي نراها غير أنها كانت في لوغانسك إلى غرب لوغانسك وهي تخرج من لوغانسك، التقطت هذه الصور. سنلاحظ بأن هنالك علامة بسيطة هنا بهذا الاتجاه، هذه الإشارة في العادة هي توضح لك بأنك أمام محطة للتزود بالوقود كما تلاحظون، هي متطابقة تماما وواضحة تماما، وهذا يعني بأن هنالك محطة بهذا الاتجاه، ودعونا نأخذ اللون الأخضر، بأن هنالك محطة إشارة بأنك أمام محطة للتزود والوقود، وواضح الانعطاف هنا بأنك تستطيع أن تنعطف إلى اليمين وتدخل إلى هذه المحطة، وهذه مسألة مهمة، إلى يمين هذه المحطة إلى يمين هذا الرتل عفوا هنالك محطة، وهنالك كذلك كما نلاحظ عمودا للإنارة قريب للغاية من هذا الرتل الذي نلاحظه، وهنالك أيضا عمود للإنارة قريب أيضا من هذه العلامة التي تلاحظونها. وبعد ذلك بالنسبة عندما نلاحظ للصورة الأخيرة أو الصورة الثانية عفوا، ستلاحظ بأنك أمام هذا العمود القريب، نوعا ما الرتل اقترب مع الصورة الثانية، وواضح بأننا أمام العمود القريب الذي كان من هذه الإشارة في هذه الانعطافة للمحطة، طبعا اختفت العلامة التي كنا نتحدث عنها بسبب أنه اقترب قريبا أو اقترب قليلا عفوا، وبالتالي نحن أمام علامتين أو عامودين بهذا الاتجاه، وصورة أوضح نوعا ما أوسع بهذا الشكل لنفس اللقطة، لاحظ نفس النقطة تقريبا، صور ثلاثة سريعة التقطت لهذا الرتل، بالتالي أنت أمام العمود، عامودين أخرى هنا للإنارة، كنا أمام العلامة والإشارة للدخول لمحطة تزود الوقود أو تزود بالوقود إلى اليمين، وفجأة يظهر لك هنا نوعا من السياج الأبيض وعمود يأتي فيه طبعا إشارة للإعلانات واضحة، وأيضا إذا ما حاولنا أن نبعد هذه التول سنلاحظ بأننا أمام أيضا عمود قريب يأتي أو بمسافة عمود للإنارة في الشارع موجود قريب نوعا ما من هذه الإشارة التي نلاحظها طبعا للإعلانات، وبالتالي نحن أمام أيضا توي الطريق ذهاب وإيابا بهذا الشكل الذي تلاحظونه، دعونا نصحح هذه الصورة، وبالتالي ذهابا وإيابا، إذن نحن أمام بعض العلامات، أمام بعض العلامات المهمة التي قد تدلنا أين هو هذا الموقع عندما نتجه إلى لوغانسك.
الآن لكي نفهم هذه التحشيدات من أين تأتي. سنلاحظ في لوغانسك بما أن الحديث هو يأتي إلى غرب لوغانسك تحديدا، دعونا نركز على هذه المنطقة. نحن أمام طريقين ببساطة، هذا الطريق الأول وهذا الطريق الثاني، ودعونا نركز على هذا الطريق لأنه يتفرع إلى مناطق ساخنة في دانييتسك وتحديدا في باخموت، ودعونا نبحث عن محطات الوقود الموجودة إلى يمين الطريق بهذا الاتجاه. سنلاحظ عندما نقترب وعندما نحاول أن نصل إلى ضواحي هذه المدينة المهمة بأن هنالك تقريبا ثلاثة محطات إلى اليمين أو محطتين، ولكن لنركز على المحطة الأولى هنا بهذا الاتجاه وهي هذه المحطة التي ترونها. لننعطف إلى اليمين وكأننا نحاول أن نقود هذا الرتل بهذا الاتجاه ونضع أنفسنا في نفس الموقع. بالاقتراب طبعا ستلاحظ بأنك أمام نفس هذه العلامة، ويبدو بأن عمود الإنارة أيضا قريبا من هذه العلامة، بالتالي نحن أمام نوع من التطابق طبعا مع الانعطافة التي لاحظناها. وعندما نتوقف هنا سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات، وهذا هو العمود الذي كان قريبا طبعا للإنارة، وهذه هي العلامة مع العمود، وطبعا العمودين هذا الأول وهذا الثاني كانا يظهران وكأنهما قريبان من بعضهما البعض، وطبعا هذه هي الانعطافة وهذه هي علامة الإعلان التي تحدثنا عنها، والسياج طبعا أو الجدار باللون الأبيض واضح مع العمود الإنارة الذي كان قريبا وواضحا من الصورة هنا التي لاحظناها، وبالتالي يبدو بأننا كل شيء متطابق وأن الطريق ذهابا وإيابا، هذه العربة أو السيارة التي تتحرك إيابا، وبالتالي نحن فعلا وجدنا الآن محطة الوقود التي هي تأتي بهذا الاتجاه والتزود بالوقود، وبالتالي الرتل كان يسير بهذا الطريق بشكل واضح يؤكد أن المعلومة التي تم تداولها من قبل وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية توضح أن فعلا كنا أمام تقدم واضح. الآن بمجرد التوقف الآن في هذه النقطة الآن لكي نفهم إلى أين يتجه هذا الرتل، هي مسألة مهمة قد تلعب أدوارا مهمة. هذا الرتل يصل تقريبا إلى هذه المنطقة من هذا الطريق الذي لاحظناه إن لم تنعطف يمينا وشمالا، وهذه المنطقة تتمثل في أرتوميفسكي بهذا الاتجاه قريبا من لوغانسك طبعا، وهذه النقطة توضح بأن هذا الرتل قد يتجه بسرعة إلى مدينة باخموت. هذه هي باخموت التي تجري فيها الكثير من المعارك، وبالتالي التحشيدات تأتي خطيرة تجاه هذه المنطقة، وخاصة ان هنالك تطورات كبيره جدا بحسب ميليتري لاند الاوكراني وايضا توبور الروسي الذي وضح ان هنالك تطورات كبيره تاتي تجاه هذه المنطقه من قبل الطرفين، ولكن بشكل اخطر من الطرف الروسي. الان اذا ما نظرنا مثلا على سبيل المثال لهذه المناطق لكي نفهم ما هي، فان سلوفيانسك بهذا الاتجاه، كراماتورسك كلها تحت سيطره الاوكرانيين طبعا، هذه هي ليمن، وكذلك ستلاحظ بانك امام باخموت، امام سيفري، هذه كلها مناطق تحت سيطرة الأوكرانيين فعلا. أما القوات الروسية الآن وما الذي تطور مع الروس الآن، أن الخطر قادم بالنسبة للقوات الروسية من منطقة مهمة للغاية وهي منطقة كرامنا طبعا، وكذلك من بيلاغوريفكا. من كرامنا بحسب هذه المصادر التي تحدثنا عنها تقدمت القوات الروسية ووصلت إلى هذه المنطقة وهي منطقة تروسكا، وهذه تروسكا لا زالت تحت سيطرة الأوكرانيين، ولكن الأوكرانيين فعلا أصبحوا أمام مشكلة بأن عليهم الآن يبدو الانسحاب، أما المقاومة أو الانسحاب إلى ليمن على سبيل المثال لحماية هذه المنطقة لا وهي سلوفيانسك، تعتبر منطقة رئيسية ومهمة للغاية، مع النظر أيضا إلى أن هنالك طريقا مهما يمتد بين ليمن وبين سيفريسك التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية. وبالتالي بالنسبة للقوات الروسية إذا ما تمكنت من السيطرة على تروسكا ومتوقع تماما أن تسيطر على هذه المنطقة، فهي الآن أصبحت أمام نقطة أخرى مهمة بأنها تستطيع بدلا من التقدم إلى ليمن تستطيع التقدم جنوبا لتسيطر على منطقة يامبل، وبمجرد السيطرة على يامبل ستكون لها سيطرة نارية على الطريق المرتبط بين سلوفيانسك أو عفوا بين ليمن وبين سيفريسك التي ترونها، وبالتالي تقطع كل الإمدادات الأوكرانية التي تأتي عبر هذا الطريق، وهذا ما سيسهل للقوات الروسية أن تتجه بسرعة بعد أن تتمكن من بيلاغوريفكا في ظل بعض الاختراقات التي تمكنت من تحقيقها بأنها تستطيع الآن خنق هذه المدينة كما هي تخنق الآن باخموت، وتستطيع من إسقاطها تماما وتفتح الطريق للسيطرة على ليمن والتوجه بطريقين على هذه المدن فجأة
وهي سلوفيانسك وكراماتورسك وتضغطها، وبالتالي هذا الخط بأكمله مع باخموت سيكون نقطة مهمة ونقطة خطيرة. والأوكرانيين اليوم الأنباء تتحدث بأنهم أرسلوا المزيد من القوات لهذه المنطقة من أجل منع محاصرة هذه المدينة. بالتالي هذه المعركة فعلا دخلت نقاط خطيرة للغاية، والروس مستمرون في التقدم والأوكرانيين مستمرون في التراجع. هل هي عملية استنزاف؟ البعض يعتقد بأنه استنزاف كبير من قبل القوات الأوكرانية للقوات الروسية حتى لحظة وصول طبعا الأسلحة من حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية.